يرتقب أن يتم إحداث 204 تعاونية ومقاولة خدماتية في قطاع الفلاحة باستثمار إجمالي يصل إلى 138 مليون درهم في إطار المخطط الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تعطي الأولوية للعنصر البشري. استراتيجية الجيل الأخضر هي العماد ديال التنمية الفلاحية بإقليم ديال توليرت، فكان مناسبة باش نقدموا واحد العروض وتقدموا العروض اللي كتهم استراتيجية الجيل الأخضر في الإقليم، هي اللي تنبثقات منه أحد الاستراتيجية الجهوية اللي دارت في إطار استراتيجية ديال الجيل الأخضر. المخطط الفلاحي الجديد يروم تعبئة 31 ألف هكتار من الأراضي الجماعية وإنشاء مركز للتأهيل الفلاحي لتدريب 2500 شاب. احنا في المغرب يعني عندنا واحد السياسة جد حكيمة فيما يخص السدود، اللي يعني انا من بعد في العرض ديالي كنت هضرت على المخطط المديري للتيار المدمج للموارد المائيه، وتكلمت على بعض المشاريع اللي هي مبرمجه في الاتفاقيه ديال 2027، ومنها تعديل السد محمد الخامس اللي غادي السعه ديالو غادي تهز 240 حاليا الى 1000 مليون متر مكعب. المخطط يهدف إلى خلق 1.5 مليون يوم عمل ومضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ورفع المساحة المجهزة بالري الموضعي، بالإضافة إلى تثمين 61% من إجمالي الإنتاج الفلاحي.